وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس في جنوب شرق أوكرانيا. وفي كلمة وجهها للشعب الروسي، شدد بوتين على أن موسكو لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية، موضحا أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. في عام 2021 من جديد قد اتخذنا محاولات للتوصل إلى اتفاقيات أمنية مع الولايات المتحدة وناتو لعدم تمدد الناتو شرقا. كل هذه المحاولات لم تتكلل بنجاح، فالولايات المتحدة لا تعتبر الاتفاق مع روسيا بكل هذه المسائل المفصلية. توسع الناتو شرقا وبدء الاستكشاف للأراضي الأوكرانية عسكريا، فكل ذلك غير مقبول تماما.